كبيدات كديرين؟ صافا عليكم بخير، اموركم طيبه؟ كي صبحتوا كل شيء بخير، كل شيء مزيان؟ المهم هاد ديالنا خوتنا خواتاتنا كل شيء صافا، كل شيء بخير. شكرا على التعاليق الزوينين وشكرا لكم. شوفوا اليوم راه فايقه بكري وغدا ودربنا معايا السنده الرسمي ديالي خويا سليم، تحيه ليك. غادي معايا للمدينه حيت كما قلت لكم كما كتعرفوا عندنا واحد المناسبه وخاصني نمشي نصاوبت فراني. البارح مشيت الحمام وفقت بكري اليوم، فقت مع التسعود، فطرت، جمعت الدنيا وخليت الماز انا اسا بالباله. اليوم واخا مخدام نعس حتى هو معاها، صافي خليتها معاها تتفيق وحوتها لماما. انا دابا غاده وغادي معايا ودرنا غادي للمدينه، غادي نصايبو الدفراني اختي. واخا في يوم الحاله سكت وغايقول لي داك العزيز السنغالي عايشه ما قد المره جياني بالحنة. ايوا صافي البنات خليكم معانا ما تمشيو فين، نشارك معاكم ايطاب. يلا ما تمشيو فين. ايوا الكبيدات صافي هنايا وصلت للمدينه انا وسليم. كنت غادا ندخل نصيف طفيراتي، مشينا كلينا صافي ورجعنا. شوفوا المدينه كي خاويه كتصفر، الناس غادي للخدمه. صافي هنايا عاودنا مشينا كلينا، شوفوا كي جاوا الطفرانجو ديال الكبيدات، شي حاجه توب توب صراحه. ها هو سليم، شوفوا كيضحك حشمان، شربت كبيستي رديت به المزاج صراحه، وزيدت ديالي شحيمات. شوفوا سليم جاوا الطفرانجو الظريف يتسخر ليا في الدار، يتسخر ليا الا بغيتو صراحه. بغيتو ديري واش الله يحفظكم ليا، راه غادي نحطو لكم في الباج. وبالنسبه للدري اللي صاوب لي الفران اللي بغى انستغرام ديالو غادي نحطو لكم الباج ديالي ديال عيشه المنشيه، ادخلوا كاملين هضروا معاه الا بغيتو. بطبيعه الحال هو خدمتو زوين سامي، خدمتو متقونه وزوينه. شوفوا سليم كي كيدير الشربه، هاي 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 على سليم. شوفوا الخيرات جاو فيني سليم، ما كيسمعش ما والو، حسيت بهم خفاف كي شي حاجه اللي زوينه. صافي واللعب ماما هي قام تقلا ما والو. ها نتوما شوفوا الدغمه كي دايره، شوفوا الدغمه كي دايره. هنا راه عاودنا فطرنا وعاودنا كلينا، لانه فطرت فقت حيت فقت بكري. هو فاش كنفيق بكري مع داك الوقت. صافي البنات حنا جينا دابا وصلت للدار، عرفتي مشيت رديت المزاج بداك الكويز ديالاتي انا وسليم، الزين ديالنا ديال الدرب. هذا هو عشير البلبله، هذا هو صاحب البلبله. عمرك شحال عندك من عام؟ طالع في 18 عام، عنده 17 عام. هذا هو بالباله عنده 25 عام، ودير عقله في هاد الدري وكيلعب مع هاد الدري وكيمشي مع هاد الدري، مره يعضهم من ودنه مره يتبعو. عذبهم في صحتهم الدراري ولا دربنا، ولاو تيشوفوه كيهرب. ولكن هذا عزيز عليه، هذا كيعمر معاه كيمشي معاه يدور وياه في الموطار. سليم قول لينا على الله وعسى يحقوا لك المتتبعين ديالي في امنيه اللي تمنيتي في هاد 2023 وبلا زواق بلا كذوب. ما تكذبش لعبها كوره شي فا هو مسطياه كوره اكثر ديال الوداد، كيموت على الوداد هو. انا راجويه، انا ماشي وداديه. وعلى الله عسى الله يسهل عليك اخويا وتحقق ان شاء الله الحلم ديالك. البنات انا جيت للدار طيبت لينا شي واحد القصريه الكسكسو، منها ما كان قصريه زويونه. كلينا جريده حيه علينا مع اللي في ولدها، مني خرجوا لي طيب لي في الكساكس، مني خرجوا لي طيب لي في اللي كتوحم. سمح لينا سمحوا لينا اللي مني خرج بيا كتوجد لي وطيب وتحط السيده تقول لي بحال لا وعاد شكون جاي عندها تموت على ولدها. راه يكتب عليك الكذاب هذيك السيده، تموت على ولدها، تموت عليه. كسكسو حنايا ديرو خصها تبقى تغوت علينا وسكتو وما تورسطونيش ونديرو بكانتي. هو كيعيط في التليفون تتوجد ليه، هاك يعيط شتو. اي والله يخلي لك ولدك اختي. المهم ما علينا البنات، كنضحكو خويا بصحتو وحنا بصحتنا وانتم بصحتكم والجمعه مباركه تدخل عليكم باش متمنيتو يا ربي الصحه وطولة العمر. وهانا شوفوا الطفيرات، شوف
شوفوا كي جاو فني عجبوني حمقوني وخفاف عرفتوا. انا البنات راه ما كنحملش الضفران يكونوا زعما مثلا يديرهم ليا تل تحت كنبغي لوجيل كيجيو خفاف وكيجيو زوينين وشي حاجه اللي زوينه بزاف بزاف قسما بالله ماشي كنشكروا بك كل شي حاجه مي بنادم دار خدمته زوينه كتشكري هذا اللي كاين. انا لا بغيتو نحطيكم باج ديالو ما بغيتوش ما نحطش ليكم باج ديالو خليو لي نتوما في التعاليق باش نحط لكم هو راه في انستغرام ديالي انا ضروري صايب الضفيراتي غادي نحطهم. او بغيتو تعرفوا هاد المناسبه علاش كنوجد ومشيت صايبت الضفيراتي ومشيت قديت جبت اللي خاصني نجيبو ومشيت شريت داكشي اللي خاصني نشري ومشيت وجدت داكشي اللي خاصني نشري. نتوما كما كتعرفوا حتى البنات غنقول لكم واحد الكلمه عاد تعذباتني عذباتني الحرقه عذباتني عرفتي باللي بالنهار ما عرفتش مناش وما عرفتش شنو غندير لها باش تحيد مني عذباتني بزاف عرفتي. دابا شي جوج سيمانات واش بغيت نقول لكم هذا بلا مش طالين ديوش عليا كنسى جوج سيمانات وهي شاداني وما عرفتش كنقولوا لي كولي خيزو كان واخا كناكل خيزو ما كتمشيش كناكل فرماج ما شي دواء ولا شي حاجه في دوني بي شنو ولينا ناكلو عتيره بالليل ما كنعشو فاش كنفيق يعني ما كناكل شي حاجه وكتشدني الحرقه ما عرفتش مناش. مهم علينا الكوفيدات نتوما كما كتعرفوا انه ريدا كان في سويسرا كما خلاه هو كان في سويسرا ما درناش نهار ديال 7 شهور وما حنيتش ما يعني بزاف الحوايج ما درتهمش. انا راجعه لكم نشوف الدريه كتبكي البنات وانا راجعه لكم. ايوا كما قلت لكم البنات انا مشيت جبت له لهبه وجيت كما كتعرفوا ريدا فاش كان في سويسرا انا ما درت حتى شي حاجه ما درت 7 شهور ما درت حنا ما درت والو لان خويا ما كاينش وهداك ماشي غير خويا داك فيه الاب وفيه الاخ وفيه الصاحب وفيه الراجل وفيه كل شيء. الصراحه قسما بالله لانه رباني كبرني عطاني ما خلى ما دار عليا صافي البنات هادشي اللي كاين. او كما كتعرفوا خرج وقلت ليه خويا راه باقي ما درت والو راه تسنيت حتى خرجتي وهادي باش من الناس ما يكعاوش علينا وابر على الناس ولا داكشي انا ما نديرش الا ما كنتيش انت ولو كاع كون ولدت ما غندير حتى شي حاجه حتى يخرج خويا صافي. هو يقول لي هويشه كوني هانيه انا غادي ندير لك 7 شهور غادي نديها في داري خلي شي ترتاح شي تعيات شي تيري وكيموت على امك تموت عليه يعني هما باغيين يدخلوني انا الوسط صافي صافي. هادشي اللي كاين والمفاجاه اللي كنت قلت لكم راه هي غادي ندير 7 شهور ان شاء الله عند خويا غادي تكون نقافه زوينه بزاف تبارك الله الله يزيدها حتى هي. وغادي يكون الميك اب ارتيست هو اللي كتبغيوه وكتموتوا عليه ديما 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 اللي كنتو كتقولوا لي عايشه هذاك واعر بزاف سمعوا الماز جديد هذاك واعر بزاف شي حاجه ما كايناش مي انا غنبقى معاه حتى الفينال وصراحه خدمتهم تقونوا شي حاجه اللي مزيانه واو نزيدكم باش تعرفوا لانه بزاف ديال الناس كيقولوا لي درتي العرس درت خويا دار لي الخطبه ودار لي واحد العرس ماشي عرس صغير شي حاجه صغيره كتقارن بين العرس ولكن هو تبارك الله راه دار لي عرس مي انا قلت ليهم راه باقي ما طلعتش فوق العماريه قال لي واش نطلعك في 7 شهور فوق العماريه قلت قال لي لا ما طلع قال لي واش نطلعك قلت لي انا اللي بغيت يقول لي لا ما طلعيش دابا العين وداك العين وغتولي جيبها في صحتك وهادي ما ديريش دابا حتى الاسبوع وغادي نعاود ندير لختي عرس فيه عرس وفيه فيه اسبوع وفيه كلشي قال لي وطلعي فوق العماريه وغادي ندير لك 7 اللبسات يا اختي وغايجيك الدفوع وغايجيني ما شاء الله عليا ما شاء الله عليا اشهد الحب اللي طاح على خويا عليا اشهد الحب زيد ربي اللي طاح على السريده اشهد الحب صافي. هادشي اللي كاين الكوبيدات غير باش تعرفوا وكاينه وكاينين واحد الناس
اللي نتوما واحد السيده اللي كنتو كتطلبوا ريده باش يجيبها تخدم وداكشي، مي انا ما غاديش نقولها حتى يقولها لكم هو وحتى تشوفوها. ونتمنى ان شاء الله يا ربي تفكوا حيل كل بنيه وكل مراه، وتفكوا حيل وتطلق سراح البنات اللي باغيين يولدوا، تطلق سراحهم يا ربي وتعطيهم شي ذريه صالحه، واللي بغى شي حاجه الله يعطيها ليه، واللي بغى شي حجه الله يعطيها ليه. وشويه نقول لكم نسيت بالنسبه للبنات اللي سولوني قالوا لي عايشه احلى على الميكرو بليدين، انا راه ما درتش جوج حصص، راه باقا ها نتوما واش كتشوفوا، ها نتوما راه غير حصه وحده هذه، وشوفوا انا راه ما عمرتش كل شيء، خليت شي بلاصه خليت البلايص، يعني ما انا باقي ما عاودتش الحصه الثانيه، والحصه الثانيه ان شاء الله باش غادي نمشي نديرها غادي يبانوا اكثر. انا نعم انا دابا درت انا راجعين ايوا البنات هادشي اللي كاين، مشيت حليت الباب على البلباله وانا جيت قالوا لي واتسكت ها هو غبر عليكم شتو ديري اش اخباركم تعاودوا لا لا مس ايوا البنات الله فراسكم وخليكم واتسكت لفتيني خليكم باش تفرجوا فيديوهات شو كيدير وراك يسلم عليكم كاملين، توحشكم كاملين، توحشتيهم توحشهم ابلاسي نطلع لواحد انا نسالو ندوز لواحد القيمرون وقيمرونا الناس قالوا لي بنات الله وليا فراسكم كبيدات المهمات خليكم غدا مع الفيديوهات عليكم يلا قول لهم باي 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 باي.